إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. إن أمر الناس شورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا على الأرقام 021-360-01-01 021-360-01-02 021-360-01-03. ويمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في اليوتيوب. أيضا يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. أبدأ بسؤال في الحلقة السابقة. أخذ اتصال أولا. أخ يوسف من بريغة، السلام عليكم. الأخ حسين من طرابلس، السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك شيخ عبد الله؟ الله يبارك فيك، بارك الله فيك. لا نبغى كيف نتعامل مع جماعة العدل الجرح والتعديل هذه. مجماعة شني؟ مجماعة الجرح والتعديل. الشباب اللي بتوع علم الجرح والتعديل وتحت العلم. الجرح والتعديل. كيف نتعامل معهم في التاجر يعني؟ باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. سؤال من الحلقة السابقة، قال صلى بنا إمام ونسي آية من الفاتحة ولم ينبهه المأمومون، ثم صلى بهم الركعة الثانية ونسي نفس الآية أو الآية نفسها فنبهه المأمومون وأعادها، فما الحكم؟ وقال أنه أتم الصلاة وسلم بطريقة عادية. وجدت المسألة منصوصا عليها في مختصر خليل، قال هذا يعامل معاملة من نسي فاتحة كاملة في ركعة من الركعات، وإن كان هو قصرها على السجود السهو قبليا. يعني الإمام مفروض لو شعر بينا يبي يسلم وما تذكرش الآية، مفروض يقولوا له يا إمام رك نسيت آية أو جزء من الفاتحة في الركعة الأولى. فهو لو سمع وفهم، لو كان يعلم الحكم الشرعي، يسجد سجدتين قبل السلام. فإذا على فرض لم يسمع وسلم، المفروض المأمومون ينبهونه لكي يسجد بقرب، لأن السجود القبلي إذا نسيه الإمام أو نسيه الفرد وسلم وفعله بقرب تصح الصلاة، فإذا نسيه حتى طال الزمن تبطل الصلاة. الطول قالوا متصور بأحد ثلاثة أشياء: إما أن ينتقض وضوءه عليه سجود قبلي وما وسلم نسي ما دراج قبل السلام سلم وانتقض وضوءه، نقولوا له هني باش تتوضا وترجع او تتيمم وترجع فيه طول، وبالتالي هذه الصلاه باطله واعدها مره اخرى. او ان يخرج من المسجد قالوا، او من المكان الذي يصلي فيه، اصلي مثلا في هذا المكان خرجت من الباب، هذا يعتبر طولا وبالتالي اعيد الصلاه. والامر الثالث الطول العرفي، جلست في مكاني وسبحت المعقبات أو قعدت نحكي مع حد ولا درت مكالمة تلفون وكذا، ثم تذكرت أن علي سجود قبلي، في هذه الحالة
تبطل الصلاة في هذه الأمور الثلاثة. فهذا الإمام لو كلمتوه وهو لم يحصل وهذا لم يحصل، لو نبهتموه مباشرة بعد السلام وسجد بكم مباشرة فصلاتكم وصلاته صحيحة. وإذا لم يسجد أصلا أو طال ما بين السلام وبين سجود السهو فصلاته وصلاتكم باطلة وعليكم إعادتها مرة أخرى. وهذا أخف الأقوال، لأن احنا عندنا في من ترك الفاتحة فيها أربعة أقوال، هذا أخفها أنه يلزمه سجود قبلي باعتبارها ليست واجبة في كل ركعة، وقول بالبطلان مطلقا ولو في ركعة واحدة، وقول أنه يسجد قبل السلام، وقول آخر أنه يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة بدلها. عندنا اتصال. الأخ عبد السلام من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ معلش، هي أنا بقول أسألك سؤال لو سمحت. تفضل. أنا في الصلاة مرات إن مثلا في الصورة نخش في صورة ثانية في الصلاة. باه. ومرات إن يعني عندي في الشك إذا في الصلاة أول مثلا اشتريت ولا ما اشتريتش، اشتريت الصورة ولا ما اشتريتهاش. يعني انت يوميا هذه تحصل لك ولا اكثر من مره ولا مره؟ اغلبيه الحال يوميا. يوميا يعني دي ما زعمك صليت ثلاثه اربعه ركعات حتى مثلا نصلي في الظهر، نصلي مثلا في الظهر تحصل لي في السنه وبعدين تحصل لي في الفرض وتحصل لي في بعد الصلاه ركعتين برضه. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. أنت في السؤال الأول يا أخ عبد السلام. نعم. في السؤال الأول يعني تبدأ في صورة وتتلخبط فيها تخش في صورة ثانية. أيوه. باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. الله يبارك الجميع. أخ إدريس من طرابلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله اخوي الشيخ عبد الله. الله يبارك فيك، بارك الله فيك اخ ادريس. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الشيخ انت تو تكلمت عليها وانا قبل ما نسال سؤالي توصلت على الفاتحه. ايه. بالنسبه لسوره الفاتحه يعني بالسعايه كانها ساعة كلها. صح ايه ولا لا؟ ايه. بالنسبه لنا احنا لقراءه الفاتحه اللي مع لما قالت الفاتحه ومعنى هذا لابد ان يعاود الركعه بتاعها حسب ما نعلم منكم انتم طبعا. إيه. والدكتور حمزه قال حتى اللي يحفظ سوره الفاتحه لابد ان يقضي مقدار قراءه سوره الفاتحه. هي انت قلت هذه سجود سهو ولا تجي معها سجود قبلي ولا بعدي؟ هو انا قلتها باستعجال اشرحها بالتفصيل بعون الله تعالى. به ايه لان هذه رايي شويه سؤالي الثاني يا شيخ معلش سمعنا راه ولا قلت لكم باذن الله. تفضل. هو الامر اختلط شويه لان كل حاجه في مكان. ما تفضل اي مفسر لك باذن الله تعالى. باذن الله. السؤال الثاني يعني انت تسال حتى اخ ادريس تسال حتى على من لا يحفظ الفاتحه كيف يدير؟ ايه لان هي ضروريه يعني شرط ضروري للصلاه يعني حسب ما سمعت يعني انه حتى اللي ما يحفظهاش لابد يقف بمقدار قراءه سوره الفاتحه. باه تسمع الإجابة بإذن الله. باه هذه اللي المشايخ منكم أنتم من اللي سمعتها ما نعرفش. السؤال الثاني في الصلاة على الحبيب. إيه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إيه في الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. طبعا هذه من غير الترجيع بعد طلب الوسيلة هذه تدخل في الشفاعة. هل هناك قول بأنه هو بعد صلاة الصبح صلي على النبي 10 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 10 وبعد المغرب 10 تدخل في شفاعة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن سألت عليه الحلقة الماضية يعني ولم تحصل عليه إجابة. هذه قلت هذه والله ما نسيت حتى أول سنة بالكتاب اللي قلت عليه. يعني أنت تسأل لك الشفاعة يعني يتحصل على الشفاعة اللي يصلي بعد صلاة الصبح 10 وبعد المغرب 10. أيوه 10 يخش في شيء يدخل في شفاعة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من غير طلب الوسيلة من غير الاسترجاع طبعا هذه بروحها عليك. من غير شني؟ من غير ما تطلب الوسيله، تطلب الوسيله بعد الاذان هذه يعني تدخل في الشفاعه حتى هي. باه. صحيح؟ صحيح هو. باي باي بعدين باه.
ايه نبي نسأل هل فيه يعني قول انه بعد صلاة الصبح بعد صلاة المغرب صلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عشرا عشرا فتدخل فأته هو في شفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وكم كم كم من هو صلاة الحبيب دي من فضيلة يعني شيء يدخلك في الشفاعة صلى الله عليه وسلم. لكن قديش نقدر ممكن أن نقول نصلي بعدد معين في اليوم بدأت نصلي من غير العصر اللي بعد الصبح العصر اللي بعد المغرب. باي بإذن الله تعالى باي. وعفو العفو على الإطالة وبارك الله فيك. الله يبارك الجميع بارك الله فيك أخي أدريس. الله يرحم الله ولدك. ولدنا ولدك يا رب. أخ عبد الله من طبرق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس تحية لك ولي أيضا. الله يبارك فيك. ايوه ايوه تفضل اخ عبد الله. شيخ عبد المنزل بارك الله فيك على البرنامج. الله يبارك في الجميع يا رب. يا رب. وكلمتي وكل من يعمل صلاة العصر. يا رب بارك الله فيك. الله يسلمك. الشيخ عبد المحسن لابد صليت صلاة العصر تمام؟ صليت العصر؟ ايوه. وجيت متأخر. صليت صلاة العصر بسورة الفاتحة فقط. شجر علينا في تلاوة انت لحقت متاخر يعني مأموم. أيوة. انت مأموم به. ايوه متاخر وصليت وصليت وقرات صوت الفاتحه فقط ابد مستعجل فقلت صلى الشيخ يا يعني. يا اخ عبد الله انت وصلت لحقت على الامام متاخر. ايوه شو تقصد متاخر فاتتك ركعه ولا بعد التكبير بشويه؟ لا مش كذا تميت مستعجل عملت يا باواني باش نفهمك يا اخي عبد الله انت وصلت الامام كبر وانت لحقت عليه تلحيق قرات الفاتحه وبعدين ركاع هذا قصدك ولا قصدك ان هيك قصدك يعني؟ ايوه با با نبغى منك اجابه بارك الله فيك. تسمع الاجابه بتسمع الاجابه بالله يبارك فيك. الاخ خميس من بغازي او السيد خميس من بغازي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايوه سيد خميس لاباس عليك. ما يلبس شيء. نعم؟ ربنا ابو حنيفه مثلا يقول ما مش سجود قبل سجود كلها بعدي. فلما واحد ينسى الفاتحه مثلا هل يقدر يسجد قبلي؟ انت مالكي ولا حنفي؟ ها؟ أنت مالكي ولا حنفي ولا تبي تتبع أبو حنيفة ولا كيف؟ لا غير نفسك المقبولة العبادة صحت على مذهب صحت على مذهب يا إن شاء الله لكن المسألة فيها خلاف كبير. لكن مثلا واحد فات السجود القبل يقدر يسجد بعدي؟ تبي على مذهبنا إحنا ولا على مذهب أبي حنيفة؟ على مذهب انه احصل في ورطه وخلاص. انت تبي صلاتك صحيحه وخلاص ان شاء الله ولا؟ ايوه باي باذن الله تسمع الاجابه هاي. الاخت أمة الله من درنا. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي اختي. لبي الشيخ. تفضلي اختي تفضلي. لبي نسال على بركه الرزق. ايه الرزق نحس عندنا ما فيش بركة يجل فلوس من هنا ويعدى من هنا ما فيش بركة في الرزق. ايوه السلام عليكم. نسمع فيك يا اختي نسمع فيك. الناس على بركة الرزق. باي تسمع ما فيش بركة بالمرة يجل فلوس من هنا يعدى من هنا هل فينا نحن والله نسأل يا سيدنا الشيخ. باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. أخت أم كرم من طرابلس. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ نبي نسألك أنا عندي موضوع معقد كذا هي تقول أنا مطلقة من قبل مرتين باي يا شيخ. وبعدين في الثالثة شاكة إني أنا مطلقة باهي لما تقول لي الهاتف تبي تسمعها لكن أنا قربت الهاتف التالي ما نعلمش فيه قالها ما قالهاش الله أعلم. كيف صار كيف صار؟ ها؟
أنا يا شيخ خاطرًا أنا من قبل لما تقول ما تفتح للصلاة وأني فوت فيها قصدي ما نسألش فيه يعني لما تقول يحلف بالطلاق وما تسأليش فيه؟ أيوة نسمع فيك يا أختي. قلت لك يا شيخ أنا نحلف بال هو يحلف ديما حلف بالطلاق ماشي جاي حلف بالطلاق علي الطلاق علي وأني أيوة نسمع فيك تفضلي. ايه واني قلت لك زعما شدولي الشيخ مطلقني هو مرتين باه. ايه وفي الثالثه يا شيخ يقول لي تبي تسمعها في الهاتف ما ندريش عليه قالها ما قالهاش الله اعلم. واني ما سالتهاش على الموضوع نهائيا يا شيخ باهي. باه. ونسيت الموضوع المهم ومرت فتره وعشت معاه واحد جاتني فتره اني انا صاحبت تصلي تذكرت روحي اني انا زي ما تقول فتره هيك انه هو يقول لي في الكلام هوا. يعني وعيت لي نفسي لما نتذكر رجعت بي الذاكره قال لي نذكر فيه انه هو زي ما تكون مطلق يعني بالثلاثه وقعدت عشت معاه فهمت يا شيخ. يعني انت لما قعدت معاه مش متيقنه انه هو طلقك بالثلاثه قاعده اثنين متاكده منهم والثالثه ما سمعتيهاش. والثالثه يعني هو قال ما نعرفش قالها ما قالهاش لكن ما سمعتهاش. لكن يا شيخ استمريت معاه باهي حوالي ثلاث شهور حكم. باه. استمريت معاه وبعدين قصدي زي ما تقول صار بيني وبينه خلاف اتطلقت باهي يا شيخ. يعني طلقك الثالثه بالتاكيد يعني. الثالثه بالتاكيد ثاني لما طلقني الطلقه الثالثه بالتاكيد قصدي يعني زي ما تقول خلاص كل واحد مشي على حاله باهي يا شيخ. باه. لما طلقني هو الطلقه الثالثه اتصل بيا واحد والكلام هوا بعد ما مرت فتره ايامات ذيك الوقت اتصل بيا كلم فيا في كلام زي ما تقول خلوات عند زوجته يا شيخ عرفت كيف؟ يكلم فيك شنو؟ كلام الخلوات يعني بين زوج وزوج. عبر الهاتف مكالمة صوتية فقط. ايه هذا بعد الطلقة الثالثة المؤكدة باه؟ هذا بعد الثالثة ايوه مؤكدة. باه؟ ايه وانا قضيت عفوت يعني زي ما تقول يا شيخ واستمريت معاه يعني تكلمت معاه بالشيء هذا يعني مكالمة صوتية فقط. وقاعدين مستمرين و لا مش مستمر هيك اللحظه صارت في نفس اليوم وتوبت لي ربي استغفرت وتوبت لي فهمت علي؟ باهي باهي وانت لما قعدت معاه ثلاث شهور هذو ما قالكش اني المره هذيك اللي فاتت طلقتك وانت قعدتي على اساس قاعده في الشك وخلاص؟ ايوه قاعده على اساس انه شك وخلاص. باهي تسمعي لي جو واني بدي نسال شنو الحكومه يعني هل ما يصح ليش ما يحطليش بعد العده اللي اعتديتها توا بعد الطلقه الثالثه باهي يا شيخ اللي صار الكلام بيننا قلت لك كلام الخلوات بين زوجته وبين زوجته ما يحقليش يعني نتزوج راجل ثاني بعدك اكتمال العده نهائيا ولا يحق لي؟ لا تو نصدقك في الاجابه بعون الله تعالى هي نصدقك في الاجابه أخ جمال من طرابلس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكي يا شيخ أصبحت. الله يبارك فيك سيد جمال لبس عليك. والله يا رب. أشكركم ولما قلت الله رب يحفظكم إن شاء الله. يا رب أجمعين يا رب. العلامة الشيخ الصالح عبد الرحمن غيان قصد الله ربي يطول عمره يا رب يحفظه يا رب. أجمعين يا رب جميع المسلمين يا رب في طاعته. ونعزي على الشيخ اللي رحمة عليه غير فاخر الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. هو عزانا واحد فعلا والله عزانا واحد هو الشيخ يعني خسارة لأهل العلم خسارة لأهل ليبيا خسارة والله للناس كل الله مغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسّع مدخله يا رب الله يرحمه الله الله واسع الله الله مغفر له وارحمه يا رب الله مغفر له آمين يا رب آمين بارك الله فيك. بالله عليك سؤال يا رب يقول لك على هل الصلاة اللي بيصلي الإنسان لما فاتحه يقراها مرتين هل يجوز بعد سلام ولا قبل سلام غير فاتحه مرتين انشاها سهوا يعني واضح لا ايه سهوا قراها مرتين سهوا ايه سهوا ايه قد انشاها صح لكن هل بعد سلام ولا قبل سلام باي تسمع الاجابه بعون الله تعالى بارك الله فيك الله يبارك فيك الجميع أخرج إلى فاصل قصير ثم أبدأ في الإجابة على الأسئلة بعون الله تعالى.
أهل العلماء فجئنا غاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ حسين من طرابلس قال يسأل عن جماعة الجرح والتعديل كيف أتعامل معهم. أولا تسميتهم بجماعة الجرح والتعديل هذه مغالطة كبيرة، وإعطائهم أكبر من حجمهم وأكثر مما يستحقون وأكثر مما هم أهله. فمسألة الجرح والتعديل ينسبوا فيهم يقولوا إحنا أهل الجرح والتعديل، في الحقيقة هم بداية أهل الجرح والتجريح، ما عندهمش تعديل بكل إلا لجماعتهم هم، وباقي المسلمين كلهم ضلال وكلهم فسقة وكلهم مبتدعة وكلهم داخلهم ريح وكلهم الكلام هذا اللي نسمعه فيه، وهذا خطأ. الجرح والتعديل كعلم كمصطلح هكذا عندما يطلق عليه الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعدلون الرواة فيقبلون روايتهم الحديثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجرحون الرواة فيردون روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لي ضوابط ولي أهله ولي أهل العلم الخاصين به، وحتى أهل العلم الخاصين به بعضهم تراجع، لأن لما يحيى بن معين وهو من كبار المجرحين يعني بعض الناس قالوا له أنت تغتاب أناسا وضعوا رحلهم في الجنة منذ 200 عام، قال لو قلتوا لي الكلام هذا قبل ما نبدأ في العلم راني سيبته. يعني قالوا له هذا اللي أنت تغتاب فيه هو مع التسمح في تسميتها غيبة، لكن الناس قالوا له راك أنت اللي الآن تقول لنا صفتهم ونعتهم راهو في الجنة لهم 200 عام، فشن جاي انت قاعد تتكلم عليهم تقول؟ يعني هو زي ما نقوله ضربة شاهد العقل، قال لو من الأول جاني الكلام هذا راني سيبت. وبعض العلماء أيضا قال في ذلك شعرا، قال ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، هذا المقالة اللي يقول فيها في الرجال
فإن تكو حقا هذه المقالة اللي يقول فيها، فإن تكو حقا فهي في الحكم غيبة، وإن تكو زورا فالعقاب شديد. يعني في النهاية ما يا بيتعذب يا حساب عسير وخلاص. هذا اللي من أهل العلم وشهدت له الأمة بالعلم وشهدت له الأمة بالخيرية، وكان لتجريحه وتعديله دور كبير في حماية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن بجرحة لأن قال فتوى غلط، مش كي عمرهم ما قال الفقهاء ولا المجرحون والمعدلون، عمرهم ما قالوا والله فلان ما تأخذوش منه لأن قال فتوى ولا عشرة ولا مية غلط. حتى أهل البدعة اللي يرموا فيها هم في كل الناس، البخاري ومسلم يروي لأهل البدعة. إذا لم يكن، إذا كان صدوقا وكانت روايته في غير نصرة بدعته فتقبل منه، أما إذا كانت روايته الحديث اللي جابه يعني باش ينصر بدعته، نقوله واحد شيعي مثلا جاب حديث باش ينصر آل البيت بالباطل، في هذه الحالة لا تؤخذ منه الرواية. أما جاب حديث في الصلاة ولا جاب حديث في الزكاة ولا كذا وهو صدوق وحافظ تقبل منه. فمسألة إن فلان أمس حبكل على خاطر خالفني في مسألة عقدية ولا خالفنا في مسألة فقهية ولا قال اخرجوا على الحاكم عاش تأخذ منا بكل أي 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 فتوى تانية، فهم يضللون ويجرحون بمجرد فتوى واحدة خطأ، وهذه الفتوى ربما تعتبر خطأ على مذهبهم وعلى غالب أهل العلم ليست خطأ. يعني حتى المسائل الخلافية يبدعوا بها ويضللوا ويفسقوا وما عندهمش إلا هم بس اللي بيخشوا للجنة والباقي كلهم في النار، وهذا هو الضلال بعينه. إذن تسميتهم بأهل الجرح والتعديل فيه تجن كبير وانتقاص من أهل العلم. إذا كان اللي آمس كان يسكر ولا يدخن ولا يعكس النويت ولا كذا، يجي اليوم يدير لحية وتاني يوم يقول لك فلان ضال وفلان مضل وفلان خيره ونعته، هذا نقول عليه أهل الجرح والتعديل، فهذا في الحقيقة طعن في العلم وليس طعن في الشخص. وبالتالي مسألة أن نقول عليهم أهل الجرح والتعديل هذا مسألة باطلة وغير صحيحة، لا هو محله ولا لا هو هذا محل الجرح والتعديل ولا هو أهل ليه أصلا. وبالتالي هذا كل ما فعلوه يعني هذه مسألة يعرفها الناس وسألوا عليها بالك أنا غلط في كلامي ولا اللي نقلي كاذب. وإما في مساجد في أوروبا كان المسلمون متآلفين متحابين، وإما يخش لهم واحد زي هذا، هذاك إباضي هذاك بدعي هذاك مش عارف شني قبوري، يلخبطهم يفركسهم يقعدوا يتعاركوا مع بعضهم، وهذا معاش يصلي وراء هذاك وهذا يسب في هذاك ويتفركسوا المسلمين. يعني هل الجرح والتعديل هدف الأساسي هو التفرقة بين المسلمين وإظهارهم مبتدعين وإظهارهم ضالين مضلين؟ هو هذا الجرح والتعديل هيك؟ هذا ليس جرحا ولا تعديلا، وصاحبه سيسأل عنه يوم القيامة. هذا بهتان في غالبه، بهتان وكذب، بهتان وكذب وتعمد كذب، هذه معروفة ويعرفها أهل العلم جميعا. مسألة كيف تتعامل معهم، إذا تعاملت معهم بالحسنى وكانوا يقبلون منك وما يبوش يضللوك ويبدعوك ويفسقوك، لأنك حتى أنت بتمشي في الدومة معهم أول ما تناقشهم حتى أنت بيطلعوك مبتدع وضال وكذا، وكل الأوصاف هذه اللي هم حافظينها حيحطوها فيك، حتى السلام عليكم عاش يقولوا لك. وبالتالي إذا كان تعرف أنك تجادل في شخص عنده شوية علم وممكن يقبل منك فجادله بالتي هي أحسن، اقتنع إن شاء الله تحصل أجره، ما اقتنعش في النهاية درت اللي عليك. أما إذا كانت المجادلة لغرض الخصام ولغرض بتظهر أنت نفسك أعلم منه ولا بتظهر أنه هو جاهل، ومرات هذه تكون مطلوبة مرات، يعني مرات إذا كان افتتن به مجموعة من الناس وانت تبي تناقشه باش تطلع جاهل كي يرتد اولئك الناس عن فتنتهم به، هذا امر مطلوب شرعا. لكن بينك وبينه غير باش نطلع روحي عالم ولا نطلع هو جاهل، لا اتركها لله افضل، اترك المراء لله افضل. وبالتالي اذا كان في فائده من مناقشتهم ومخالطتهم لعلهم يرتدون او نقتنع عليه بالصواب اذا كان ما يقولونه صوابا. الإشكالية أن هذا الأمر يعجب العامة،
لما يجي شخص زي ما قلنا طول عمره يعني لا حتى نقول يصلي ويصيم لكن ليس من أهل العلم، يجي يقعمز معاهم يومين ولا حتى شني يومين، يقعمز معاهم نص ساعة ولا يسمع شريط ويبدأ مفتي البلاد ضال، الشيخ الفلاني يشبح خيره، أخطأ سيدنا عمر، النووي مش عارف قبور، الكلام هذا هذا أمر يعجب العامة. يعني العلم ماذا بينا كنا نولي علماء، لكن لما بتقول أراه تولي عالم بعد 30-40 عام وكل يوم تقرأ 10 ساعات يقول لك لا هلب علي ما نقدراش، لكن تقول له أنت ناجي وأنت تقدر تعدل وتجرح بمجرد تقعميزة تقعميزتين معاي ولا معانا، هذا أمر يعجب العامة ويضلهم للأسف ويجعلهم يدخلون في هذا الأمر بشدة وبقوة. وبالتالي إذا علمت أنك تستفيد منهم أو هم يستفيدون منك، ولم يكن قصدك الجدال والمراء لمجرد الجدال والمراء فهذا مطلوب شرعا، وإذا كان بتنضر ولا ممكن يقولوا الكلام تاني ولا كان يسبوا في واحد يبدو يسبوا في مية فترك جدالهم أفضل. ومن يعني معظم من تناقش معهم يرى أن ترك الجدال معهم أفضل، لأنك أنت جاي أصلا متناقش في واحد ما يشوفش فيك بكل ولا يشم فيك ولا يعتبر فيك عالم ولا قريب حتى يعتبر فيك من المسلمين، فكيف سيقتنع بك؟ الفكرة تسكرت في دماغه وبالتالي لا يقبل أي شيء، وهم مشايخهم يعودوا فيهم على الأمر هذا، يقول لا تناظر أهل البدع، بشني ممكن للشخص اللي عنده شوية عقل لما يناظر. طبعا أهل البدع هذا اللي هم علماء ومحدثين وسمي اللي تبي تسميه، كل من ليس على منهجهم فهو أهل بدع، فيقولوا لما تناقشوهمش، مع أن هذا غير موجود، موجود المجادلة في ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني المجادلة وطلب الحق هذا مطلوب، لكن هم يعطون معلومة ويقولوا لا معاش تجادل أهل الباطل، يعني يبدأ يسب فيهم من بعيد، حتى المخالطة ما يبيش يخالط، اللي ربي يفتح عليه ويخالط وعنده شوية عقل يتأثر ويترك، ويجيك هو بعد يقول اللي كانوا يقولوا لي كذا اللي كانوا يقولوا فيه على غيره على غير يبدو يقولوا فيه علي. وهذه حصلت معي شخصيا، يعني شخص قعمز معي مرة اثنين ثلاثة وبعدين قال لي راوني ما عجبنيش كلامهم، وبعدين قعدوا يقولوا فيه الكلام اللي كانوا يعلموا فيه نقوله، ضال مبتدع مش عارف دخله ودخل مش عارف دخله وريح الكلام، هذه المصطلحات التي لا أصل لها لا في علم ولا في غيره، حتى لو لها أصل مش هو الذي وضعت له، وضعت لأمر آخر غير ما يضعونه هم له، وهذا هذا ضلال كبير. لا شك أن هذه المسألة تجرئة العامة أو حتى صغار طلبة العلم أو حتى طلب المتقدمين في العلم على تبديع الناس وتفسيقهم وتجريحهم بدون بينة وبدون روية وبدون إقامة الحجة على الخصم، هذا من الضلال الكبير لا شك في ذلك. فأنت كان عندك شوية علم حاول بالتي يحصل، جات الصور وخر خير لك. الأخ عبد السلام من مصراتة يسأل، قال بدأ في سورة بعد الفاتحة ودخل في سورة أخرى، لا حرج في ذلك ما دام قرأت من إحدى السورتين جزءا من القرآن يصلح أن يكون قرآنا. قول بدأت في سورة والليل مثلا قرأت 3-4 آيات وبعدين تخبطت مثلا دخلت في سورة سبح اسم ربك الأعلى أو سورة الأعلى، فالصلاة صحيحة لا حرج في ذلك حتى لو أكثر من سورتين، وكان ذلك غير متعمد فلا حرج فيه، لا يلزمك سجود ولا يلزمك شيء، والصلاة صحيحة بإذن الله تعالى. قال أيضا الشك متكرر منه في السهو فماذا يفعل؟ دائما يشك هل صليت ركعتين أم ثلاثة، صليت ثلاثة أم أربعة، قرأت الفاتحة أم لا. من كان شكه متكررا وهو الذي يطلق عليه الفقهاء يستنكح السهو أو يستنكح الشك وليس السهو، يستنكح لأن كل واحد لي حكم، يستنكح الشك، قالوا يبني على الأكثر ولا سجود عليه، يعني لو شككت هل صليت أربعة ولا ثلاثة حسبهم أربعة وكبن صلاتك، شككت
هل فعلت السجود الأوسط أو لم أفعله؟ اعتبر نفسك فعلته واستمر في صلاتك. قرأت السورة التي بعد الفاتحة أم لم أقرأها؟ اعتبر نفسك قرأتها واستمر في صلاتك. وهكذا قرأت الفاتحة في الركعة الأولى أو لم أقرأها؟ اعتبر نفسك قرأتها واستمر في صلاتك. هذا معنى يبني على الأكثر. وهذا بخلاف الذي كان شكه قليلا، يوم في الأسبوع ولا يوم في الشهر ولا كذا، هذا يبني على الأقل ويسجد بعد الصلاة. فأنت يا أخ عبد السلام معاش تدور شك بكل، دائما ابني على الأكثر واستمر. لو واظبت على هذا الحل لمدة أسبوعين أو ثلاثة بإذن الله تعالى الشك سيذهب عنك وسترتاح منه. جرب هيك عض على قلبك، يقول لك لا ما قرأتش الفاتحة ما تعدلش عليه، لا ثلاث ركعات تعتبرهم أربعة واستمر بإذن الله تعالى. لو واظبت على ذلك فالشيطان بإذن الله تعالى سيذهب عنك وسترى نتائج ذلك سريعا بعون الله تعالى. الأخ إدريس يسأل من طرابلس عن من نسي آية أو جزءا من الفاتحة فكأنه نساها كلها. نساها كلها. من نسي الفاتحة، عندنا في أقوال ثلاثة في المذهب، نسيها في ركعة واحدة ولين سلم، هذا قول ببطلان الصلاة، باعتبار هذا القول أن صلاة أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة، فلو تركتها في ركعة واحدة وسلمت يعني تركت ركن والصلاة باطلة. القول الثاني قال إذا تذكرها في الصلاة أو قبل أن يسلم يلغي تلك الركعة ويأتي ببدلها، يعني مثلا صليت الأولى بفاتحة وسورة والثانية نسيت ما قرأتش الفاتحة والثالثة، ثم في الركعة الرابعة تذكرت أنني الركعة الثانية لم أقرأ فيها بفاتحة الكتاب، شو ندير؟ الركعة اللي ني فيها الرابعة هذه نعتبرها ثالثة، نلغي الركعة التي لم أقرأ فيها الفاتحة والركعة اللي ني فيها نعتبرها ثالثة ونجيب الركعة الرابعة، ويلزمني بعد ذلك على التفرقة بين النسيان وين كان بالضبط. غالبا يكون السجود بعديا في حالة نسي في الثانية أو جعل الثالثة ثانية يلزمه سجود قبلي، أما غير ذلك يلزمه سجود بعدي للزيادة في الصلاة. هذا القول الثاني أن يلغي الركعة. القول الثالث وأن واجبة ليست في كل الركعات، تجبر بسجود السهو، والسجود يكون قبليا، يعني قريت الركعة الأولى والثانية بفاتحة وسورة والثالثة بفاتحة والرابعة نسيت الفاتحة، قريت سورة مثلا بدل الفاتحة. فهني عندنا واحد من الحلول الذي قاله الشيخ خليل، أفرده في مسألة من نسي جزءا من الفاتحة أو آية من الفاتحة، قال يسجد قبل السلام وصلاته تصح بعون الله تعالى، يسجد سجود للشك. فالقول اللي قلته موجود، وهذه الثلاثة الأقوال موجودة في المذهب، وتقريبا في قول رابع مش عارف، المهم هذه الثلاثة بالتأكيد موجودات، بطلان الصلاة إذا سلم ولم يعوضها، ومسألة تعويض الركعة بالكامل، ومسألة السجود القبلي. مسألة من لا يحفظ الفاتحة هذه مسألة أخرى. من لا يحفظ الفاتحة أولا يجب عليه تعلمها، كان قد بدار قاع مزدين عيه وهذا ما اعطاه ربي ما قدرش، يجب عليه أمر ثالث قبل الأمر الثالث الذي قلته، وهو أن يكون مأموما دائما. ما دامك مش حافظ بقدر ما تستطيع تكون مأموما لكي يحمل عنك الإمام الفاتحة. إذا لم تجد هذين الأمرين، لم تستطع الحفظ وفي بعض الصلوات لم تجد إماما لظرف معين، بعد ذلك تسكت بمقدارها، ما تقولش الله أكبر وتركع طول، ولا الله أكبر وتقرأ قل هو الله واحد إذا كان حافظ قل هو الله واحد، لا، تكبر وتسكت بمقدار الفاتحة، ثم بعد ذلك تقرأ شيئا من القرآن ولو آية واحدة إذا كنت تحفظ، ثم بعد ذلك تركع، ولو تحفظ كلمة
كلمة أو آية مدهامتان عند المالكية. هذه آية تامة لها معنى، مدهامتان معناها في الجنتين أن الجنتين لونهما أخضر يميل إلى السواد، هذا معنى من شدة الاخضرار إلى أن يميل إلى السواد، هذا معنى مدهامتان وهي آية. فالإنسان اللي مستعجل مثلا خايف أن وقت الصلاة يخرج مثلا جاءت قبل المغرب أو قبل الغروب بدقيقتين أو ثلاثة، فكان بنقرأ صورة كاملة ممكن يخرج علي أو يدخل علي الغروب وأنا في الركعة. قالوا يكتفي بكلمة مدهامتان وهي آية لها معنى ويسجد. فكذلك هنا يعني ما اعتقدش واحد ما يقدرش يحفظ كلمة مدهامتان، يقدر يحفظها وهي سهلة. والحمد لله الآن يعني ما مرش علينا على الأقل توا مني ما يحفظش الفاتحة، كثير من ممكن الأعجمي أو حديث عهد بإسلام يقعد فترة بسيطة ما يحفظهاش، لكن كما قال الباري عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لو صدق النية فغالبا سيحفظ الفاتحة بإذن الله تعالى. سؤالك أن الذي يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا قبل بعد الصبح وبعد المغرب لا أعلمه، وبالتالي هذه تحتاج إلى سنة، لأنها ربط جزاء اللي هي نيل الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها عشرا بعد الصبح وعشرا بعد المغرب، هذه يحتاج إلى سنة. فإذا وجدت سنة صحيحة يعني ما نعرفش، ممكن موجودة لكن ما نعرفهاش، يعني إذا وجدت سنة صحيحة أو حتى ضعيفة تقول بذلك وليست شديدة الضعف فلا بأس بالأخذ منها، بل يندب الأخذ بهذا المعنى، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تندرج تحت أصل. والشرط الثاني للعمل بالضعيف أنك أنت لا تعتقد نسبتها يقينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث أن تندرج تحت أصل. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة هذا مندرج وأصل مطلوب شرعا، وبالتالي هذه تندرج تحت أصل. وإذا لم يكن الضعف شديدا جدا ولم تعتقد نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلك أن تأخذ بهذا الحديث في فضائل الأعمال، لأن هذه من فضائل الأعمال وليست حكما شرعيا بمعنى يترتب عليه بطلان عبادة أو صحتها أو يترتب عليه حلال أو حرام. ما ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليه الصلاة 100 مرة يوميا، ورد في الحديث الآخر أنه قال لنجعل لك نصف صلاتي ثلثي صلاتي، قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن يكفى همك ويغفر ذنبك النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما استطعت أن تصلي عليه فصلي، ولو مليون في اليوم كان قدرت تجيبهم جيبهم، إذا بارك الله لك تعالى في وقتك واستطعت أن تأتي بعدد خيالي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فافعل ولك الأجر. ما استطعت أن تفعل، الإنسان مثلا إذا كان يحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نقول يأتي ببقية الأذكار ولو مرة مرة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل، يأتي بهذه الأذكار مرات قليلة ثم يفرغ جهده في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أو يجعل وردا 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 لا حول ولا قوة إلا بالله، 100 لا إله إلا الله، 100 أستغفر الله العظيم، 100 سبحان الله وبحمده، 100 سبحان الله العظيم، و100 حسبي الله ونعم الوكيل، و100 إذا استطاع قل هو الله أحد مثلا. فتنويع الأذكار مطلوب. ومن أراد أن يلتزم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر ذنبك ويكفى همك، يعني لو كان عندك هم يكفيك الله عز وجل ذلك الهم،
وإذا كان عندك ذنب تغفره لك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي وردت في الحديث. الأخ عبد السلام من طبرق قال دخلت العصر متأخرا فلم قرأت الفاتحة فقط، ولو لم تقرأ الفاتحة استمر مع الإمام وصلاتك صحيحة. يعني أنا دخلت مع الإمام قلت الله أكبر وهو قال الله أكبر للركوع مباشرة، حتى بسم الله الرحمن الرحيم لم ألحق عليها، صلاتي صحيحة لأن الإمام يحمل عني الفاتحة ويحمل عني السورة. فلو مثلا قرأت نصف الفاتحة وركع الإمام تركع معه مباشرة ولا تكمل الفاتحة. لو مثلا قرأت آية ولا اثنين وركع أركع معه، لو ركع مباشرة قبل أن تقرأ فاركع معه مباشرة والإمام يحملها عنك وصلاتك صحيحة. الأخ خميس من مغازي يسأل أبو حنيفة قال السجود كله بعدي، والشافعي قال السجود كله قبلي، والمالكية فرقوا بين أن يكون بسبب نقص فيكون قبليا وبين أن يكون بسبب زيادة فيكون بعديا. وسبب الخلاف الأحاديث التي وردت، خمسة أحاديث وردت، بعضها ورد قبلي وبعضها ورد بعدي، فمن غلب جانب البعدي أخذ بالبعدي وترك الروايات التي تقول قبلي، ومن أخذ بالقبلي أخذ روايات القبلي وترك روايات البعدي. المالكية جمعوا بين الأحاديث، وهذا مذهب المالكية، نظروا للروايات التي فيها بعدي وجدوها لزيادة، ونظروا للروايات التي فيها قبلي وجدوها لنقصان، فأخذوا هذه القاعدة، إذا كان لنقص يكون قبليا وإذا كان لزيادة يكون بعديا. فإذا أخطأ المسلم المالكي، يعني مالكي، يعني يقول أني مالكي ونبي نتبع المالكية، ووجب علي سجود قبلي ثم سلمت، نسيت أني عندي سجود قبلي وسلمت، قالوا إما أن يتدارك بقرب فتصح صلاته، وإما أن يتدارك ببعد فتبطل صلاته. وذكرنا القرب إن بمجرد سلمت تذكرت وسجدت للسهو تصح صلاتي، إذا تذكرت ببعد وهو بانتقاض وضوئي أو بخروجي من الغرفة أو المسجد الذي صليت فيه أو بالطول العرفي بعد ذلك تبطل صلاتي وأعيدها مرة أخرى. تعمد القلب، أني نعرف أن عندي قبلي ودرت بعدي، هذه مكروه والصلاة صحيحة. عندي بعدي وتعمدت ندير قبلي، هذا حرام والصلاة صحيحة. وكأنه من مراعاة الخلاف، لأن من أصول مذهب مالك مراعاة الخلاف، ما دام فيه من يقول ديما بعدي وانت درت بعدي فلا نبطل لك صلاتك، وما دام فيه من يقول ديما قبلي وانت عليك بعدي ودرت قبلي فلا نبطل صلاتك إذا تعمدت ذلك. أما إذا حصل بسهو فقلت لكم إذا كان بقرب يصح وإذا كان ببعد تبطل الصلاة. الأخت أم أكرم ما فعلتي، ونسيت والله قبل من سبقك، حرام عليك تكلميه في أي موضوع خلوات ولا غير خلوات ما لم يكن بالشروط التي ذكر الله، قلنا قولا معروفا ولا تخضعنا بالقول. إذا كان الموضوع جيد وكان طريقتك في الكلام جيدة فتصح مكالمتك لزوجك سابقا ولغيره من الرجال، وإذا كان بغير هذه الطريقة فهذه حرام. أما يجوز لك أن تتزوجي لأنك كلمت زوجك في العدة فيجوز، لا حرج، هذا أمر محرم والتوبة واجب عليك، والحمد لله حسب كلامك إنك تبتي، فهذا هو المطلوب منك، ويجوز لك بعد انتهاء العدة أن تتزوجي غيره ولا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. الأخت جمال الأخ جمال والأخت أمة الله من درنا أعتذر لضيق الوقت، بإذن الله تعالى الحلقة القادمة أبدأ بهذين السؤالين، والله ورسوله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم كانوا لحاجتنا حضورا، سمعنا واسألوا العشاورهم ونأخذ من ضياهم. يا
إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز.